مش اخوك وربيته؟ طب ورحمه امي؟ لولا الرجاله اللي احط جزامهم في راسي. نصره يا استاذ نصره، استاذ نصره الراجل قال حقكم في رقبته، يعني اللي هتامره بيه هيتنفس. وهو معلمك عادم لسانه عشان يخلي ديله يرد. وبعدين بقى واحنا مش قاعدين ولا ايه؟ انا دخلت بيتكم شايل الغلط على كتافي وما يرضكش يتزحمل على كتافي وترمي على كتافكم. لا مؤاخذة في الكلمة، اختي برضه ما غلطتش. قول جوه نصر. حاضر يا اخويا. اللي عمل اخوك تمام عند نسوان رقبته، ايش حال بقى عند الرجاله؟ اخويا اعمل له ايه؟ طول عمره عاوز يقص صاحبتي وسمعتي. العيب مش عليه يا فوده، العيب على اللي يمشي ورا كلام العيال، واللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من القصايص. دوره البيع اللي رامي عياله يا سلطان، ومش طايلين منه غير المرازية والسيرة الوسخة. خش دغرة فودة، والكلمتين اللي في حبك ارميهم في وشي بعبالهم. ما تعملش زي اخوك، ترمي وتجري. كفايه كلام يا معلمين، الليله دلوقتي على اخويا اللي دمه اللي ساح، وانا جاي انفض عبايتي وامسحه يا سيد، وكلمتي قدام الكل. معوض ما يهوبش ناحيتك ولا ناحيه اللي حواليك بعد النهارده. قلت ايه؟ مرضي؟ ما جيتك فوق دماغي، بس مش محتاجه كلمتك. اخوك اتعدى عليه مره، واللي سيد بخارستي يعد عليه واحده يستنى اجله في التاني. امين، اشربوا الشاي.